عليكم، اللي غادي نقول لكم عيد مبارك سعيد من الجيران. كيفاش كدوزوا العيد الجيران؟ هاتينا كتشوف الجيران حيدرين كيما عيد الحدريت الحومه مجموعين. الاجواء واعره ديما كتكون هكذا. شوفوا خاوتي تبارك الله عليك. كيفاش كدوزوا العيد في الحومه؟ دائما هيدا الاجواء دائما مضخمه دريديان نقيه كامل تبارك الله عليهم. احسن حلق في الجيراري خاوتي تبارك الله. السلام عليكم خاوتي ديالي بخير. حسنت سين دراري كاملين اليوم. وحنا بك بعدا خاي ابراهيم وشكرا للزياره ديالك الخاوه ديالي. انا سي ابراهيم امر. كتبان حسن سين دراري كاملين اليوم. كلشي الدراري كلشي فرحان كلشي محسن كلشي ناشط. والحمد لله قدرنا نعملوا هذه الاجواء هذه في الحي ديالنا وكنشكرك بزاف على الزياره خير وشكرا لك. خاوتي تبارك الله. تبارك الله عليك. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد خي ابراهيم. قدرت تصوت صحيح وخلق واحد الجو ماشي عادي في الحومه. لا صراحه الله الجو هذا اللي كتشوف صراحه الله كنخلقوه كل عام. الاجواء كيف كتمر صراحه الله باجواء عائليه اجواء اخويه. كلشي متعاون كلشي متعاون من بريباراسيون هذه تقريبا واحد 10 ايام ولا جوج سيمانات تقريبا. كلشي كيتعاون ناس الحومه شي خرج الرغايف شي خرج الكيكات شي اللي سيق الحومه اللي علق النفافه داز واحد الاجواء يا سلام. وواحد اللحمه واحد الحب والجميل هذا العام هذا اللي شفناه خي ابراهيم هو شي ناس ما تلاقيناش بهم 25 عام 30 سنه. جاونا الحومه وتلاقيناهم الدموع ديالنا نزلوا يعني واحد البادره اللي زعما صراحه الله تبارك الله على الناس الحومه. الكادوس هادو شنو غادي نعملوا بهم اليوم؟ هاد الكادوس هادو خي ابراهيم هو عربون واحد العربون صغير شي ناس كبارين في الحي اللي ضحوا معنا وصراحه الله. احنا في الحومه ديالنا في كل دار كان اب في كل دار كان اخ في كل دار كان يعني واحد كيغير عليك في كل دار ان كل واحد كيربيك يعني حنايا واحد 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 الجو عائلي جدا. احنا بغينا اليوم نقولوا لهم وهذه كنا كنعملوها كل عام كل عام كنكرموا واحد الناس هذا العام هذا بغينا نقولوا لهم شكرا على التضحيات ديالكم وشكرا هذا الشيء هذا العربون ديال النتيجه ديال داك الشيء اللي عطيتونا نتوما في الصغر وعليه عملنا هذه المبادرة وكاينه شي هدايا للاطفال باش هما يكونوا الخلف ان شاء الله خير ابراهيم. الله يحفظك. شحال ما شفناهم كنتلاقوا مع الاحباب والجيران والاحباب هذه مده طويله احنا كنشوفوا على هاد السلام عليكم. فاك سعيد الحمد لله تعيدوا بالصحه ولهنا وما احباب صبحه الطنجاوي معنا دائما تعيدوا بالصحه. كتبان شي اجواء واعره في الجيران الحمد لله. واش دائما ولا غير المره؟ لا المره الثانيه ان شاء الله يا ربي. العيد اللي فات عملناها ودابا هذا العام عملناها وان شاء الله كل عام غتبقى هايده. وهذا العام هذا شنو يعمل نسو؟ احنا تينا كتشوف عملنا الفافاخ عملنا الحلويات كلشي موجود. عندكم زي افطار جماعي وكيل افطار جماعي كلشي موجود هدايا الاطفال وعندنا الهدايا ديال التكريمات ديال الناس كبارين الحمد لله كلشي موجود. الله يحفظك. تبارك الله. الله يبارك فيك. باسمي وباسم ساكنه الحي الجيراري كنشكروا الدراري اللي ساهمت في هذا الحي هذا الافطار جماعي العيد المبارك. صلينا الحمد لله جمعنا الدراري اللي دراري الحومه كنشكرهم بزاف والحمد لله كنتجمعوا في هذه المناسبه هذه كنشكرهم على عيد مبارك سعيد كنقولوا لهم تعيدوا بالصحه والهنا في ولايه طنجه. الله يبارك ناس ما شاء الله ونشكر كل الاولاد هذا الحي اللي شفتوا هذه المناسبه وبارك الله فيكم عواشركم مبروكه وصحه عيدكم بالصحه والهنا ان شاء الله. عواشركم مبروكه خوتي سعيد وسعيد بالصحه والهنا. الصراحه هذه من العام اللي فات من اللي درناها وكان فيها واحد النجاح واحد الاقبال اللي كان الناس كامله شكروها الناس اللي خصوصا الناس اللي ما بقاوش عايشين هنايا في الجيراري كل واحد فيه داتو الحياه ولكن من بعد من بعد في واحد هاد الاجتماعيات بحال هادو كيكون فيهم واحد الروح ديال اعاده احياء الانتماء خصوصا عند الدراري اللي هما باقي صغارين اللي باقي طالعين. يمكن هادشي غنمشيو بحالنا كاملين ولكن متاكدين باللي هادشي هذا غادي يبقى يتذكر لسنوات حسب الحومه. الاحياء بحال هادو هما كنتي غني كنتي عندك فلوس كنتي عندك شنو ما عندك الا وعاتكون تعرض للمتي واحد الحظ من اباشديات الحياه على هاد العتاب. محمد تبارك الله عليك وعيد مبارك سعيد. مبروكه وتعيد الصحه ولنا
هذه النسخه الثانيه، هذه ديال المساهمه ديال كل واحد من الحي. قلت لي ما ساهمش بكثير، ساهم بقليل، وكنرحب بالناس الحومه كاملين اللي كل عام كيساهموا في الانجاح ديال هذا. لك اخي ابراهيم مرحبا بك عندنا الزياره. صافي كيفاش خلقت هذه الاجواء مع الدراري الحومه؟ مجهوده تجبر الفريق كامل، ما كنا نعملوا والو. وكنشكر بالاخص الاخ اسامه زعما خصني نبوسلو راسه، وما ننساش واحد السيد اللي كيضحي بمجهودات ديالو كيضحي بالاسره ديالو، الياس حمز اللي صراحه هو اللي واقف على هذا الشهاده كامل، وبالشهاده للجميع. وتحيه للحضور كامل والجاليه الكبيره الصغيره. وكنشكر الوالده ديالي راه هي كاملين، وكنشكرك اخي ابراهيم دائما حاضر نهضر معنا ولا باش تنهضر. وتحياتي ملي كندورو في الحومات ضروري ما كنجيو للعزيفات حيت كيخلقوا شي اجواء واعره. اجي نشوفوا الحوم. مبارك سعيد. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، علينا وعليك اخاي وعلى الجميع. اليوم احتفلتوا بواحد الطريقه اللي هي خاصه بالحومه العزيفه. الجو استثنائي الصراحه، العيد ما يدوزناش بلا بلا فلسطين وبلا شعارات فلسطين ان شاء الله. الله تعالى ينصرهم، والله تعالى يدخل الدعواش للامه الاسلاميه جميعا. كيفاش خلقين الجو اليوم بالحومه العيد البيض؟ الحمد لله كالعاده، دريت الحومه دائما بموعد النشاط صغارا وكبارا. الناس الحومه كاملين الدراري كاملين، مجهودة زكريا الحساني كاملين، كل واحد اسمه، كل واحد اسمه الحمد لله. تبارك الله عليك. السلام عليكم خالد سليمان. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك اخي ابراهيم. كنقول لك واش مبروكه مع عند الناس ديال الشباب حي العازفات، جاوا اليوم يضمنوا مع فرحه العيد وفرحه ديال غزه ان شاء الله تكون حره الى الابد. تحيه فلسطين وتحيه شباب المغاربه، تحيه شباب العازفات ان شاء الله. تبارك الله عليك. خاو ديالك كبسينا مزيان؟ لا صح عبد الله، الله يحفظك اخي ابراهيم، الله يدورك الخاوه ديالي. شنو الاجواء اللي خلقتوا اليوم في الصباح؟ بتنا ليله سهرانين حسن الصباح، باقي ما ناعسين شي مره اخي ابراهيم. وانتينا كتشوف الامور كيفاش عامله. تبارك الله الحومه منوره وضروري دائما ابراهيم اخي، فيما جيتي الجبره منوره. اخي ابراهيم هذا النهار هذا نهار ديالنا مميز، كنهديوه الناس فلسطين. هذا العيد هذا الناس فلسطين خاصة، والله ينصر اخواننا في فلسطين. امين. مبارك سعيد. عاود ليك بسينا مزيان. الحمد لله اخي ابراهيم. كيفاش اليوم خلقت الاجواء مع الدراري الحوم؟ الله ربي الحمد لله، حنا هذا الجو هذا خلقناه ان شاء الله غيكون فداء لغزه ان شاء الله يا ربي، غيكون النصر ديالهم ان شاء الله قريب ان شاء الله. والله ما دمر اعداء الدين. امين. والله ما نصر اخواننا في غزه ان شاء الله. تبارك الله. انا وعيد مبارك سعيد الحي ساكنه العزيفات. الحمد لله دائما كتحتفل، ولكن هذه المره هذه الاحتفال احتفال كان سعيد شويه الصراحه، مع جنود الخفاء والدراري مع بعضيسا وكتساول مع بعضيسا. وش نقول لك؟ عيد مبارك سعيد. بما حي الله. نقول لها واحد كلمه. اه لا قول. ناقصنا الدروج باش يعيش اخوت. هادشي اللي خصنا حنايا. كاينش من كلمه اصلا. عيد سالهم العين وتعطي الضوء قطعينا على اللي بان ليا. اخاو ديال الحاكم زعما ولفناك ولفناك الحاكم. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، ومرحبا بك عندنا في الحي العزيفات. هذا النهار هذا جيت غزال، وهذا النهار مبدل النهار اللي فات. الله ينورك اخي ابراهيم، وكما كتعرف بان شباب الحي العزيفات دائما في جميع المناسبات سواء الرمضانيه ولا الاعياد كينظموا واحد التظاهرات، غير ان التظاهره هذه كانت مميزه، وهي اننا كنضمنوا مع الاخوان ديالنا في فلسطين على حساب الظروف اللي كيعيشوها. وصراحه العيد ما عندوش الطعن، لان الاخوان ديالنا ماتوا في غزه، وكنتمنى من الله عز وجل انه يرفع عليهم هذا الضرر. وكنهدي هذا الاحتفال هذا لجميع الشباب المغاربه والشباب ديال فلسطين جميعا. وشكرا خير. تبارك الله. واليوم جينا ندرسيو وغنشوفوا الاجواء الجميله اللي كاينه في الحومه. تما نضرب غدر عادي. اسم
تبارك الله. الله يبارك فيك اخي ابراهيم. اخي حسام كيفاش عامل الاجواء الدريسيه؟ تينا كتشوف الاجواء الدريسيه شي حاجه كل عام كنعملوها شي حاجه ماشي عاديه. تينا كما كتشوف مول العصر عندنا الحفله عاودنا هي شي حاجه. مرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم كاملين. مرحبا بطنجه كامل. سلام عليكم. شكون هيبان هنا؟ مراد. دا دا مراد تبارك الله عليك. تبارك الله الله يبارك فيك. اخي مراد كيفاش تدوز هاد النهار؟ والله العظيم ندوزو في الدار مع الوالدين والاخوان والدراري صحابنا. الله يرحم والديك. سلام عليكم خاي ابراهيم الغزال. كيف سينا خاي مزيان؟ الله يكبر بك ابراهيم. كيفاش عامل الاجواء في دريسي؟ مور العصر عاد يكون نشاط ان شاء الله. ياك اخي شنو ناس عملوا مور العصر؟ هنايا منصه الاغاني القران كل شيء. ياك اخي اي والله مرحبا بك. التنظيم ديال الدراري ديال الدريسيه والدراري ديال اللي بايتا هما الدراري ديال الدريسيه. تبارك الله شحال من فاخه تكون مرسوبه في الشارع؟ لا يا راك شي 2000 فاخه ولا اكثر. 3000 2000 صافي 3000 نفاقه. يعني دراري يضربوا سماره باش ضروري طبيعه الحال. طبيعه الحال تبارك الله. وفي العشيه ان شاء الله نجيبوا ولد عائشه ونجيبوا المغنيين. اذا بالبال عاد انا راه تكون روينه ان شاء الله. ان شاء الله. برافو خويا. كنبغيو نشكروا الدراري اللي ساهموا في التفاخ. راه الدراري ما عندهم لا كاين في خويا وذوق ما كاين لا معدات لا والو. تحيه الدراري اي واحد ساهم هاد الشيء. كيفاش غدوز هاد النهار هذا وفي ناس مشي فينا هادشي؟ النهار مزيان هاد النهار نخرجوا الدراري ديال الحومه يجي الحفله عندنا هنايا فهمتي. احسن الحومه هادي ومرحبا بالجميع. تبارك الله عليك. في العشيه شنو غيكون ان شاء الله؟ العشيه تكون اجواء مزيانه عندنا هنايا ومرحبا بكم كامل. مرحبا بكم في العشيه. تحياتي لقيس سعد. لا لا سعد جرينبوس. تحياتي لسعد. احلى سعد في العالم. الله يعزك خي سعد. عيد مبارك سعيد لينا وليك اخويا باش ما كنتمنى. مرحبا بكم في العشويه عندنا هنا واحد الحفله منظمين الدراري ديال الحومه. مرحبا بكم كامل. تبارك الله. الله يسلمك. احلى احلى رمضان في طنجة. كيفاش كدوز رمضان في الحومة ديالنا؟ رمضان عنده أجواء خاصة في هاد العواشر هادي و كنعيشوا هذه الاجواء الاستثنائيه في المغرب كامل الحمد لله. وخاص نمشي لاي دوله في العالم ما تجبرش هذا الجو. تبارك الله عليك. عليكم السلام اخي ابراهيم. احسن عيد حوم الحدد بلا هضره عليها الخا. كيفاش كدوز هذه النهارات؟ هذا احسن نهار في العالم عندي. طنجه والمغرب كامل كنقولوا لكم شنو عيد مبارك. والناس ديال الغربه واوروبا كامله والمغرب كامل. صوت الروس ماروكين. عندكم مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه وسعيدوا سعودوا ان شاء الله. عيد مبارك سعيد اخي ابراهيم. نقول لك باش كدوز النهار هذا بالحومه ديالنا؟ كندوزوا الخوة ديالي احسن نهار. احسن نهار مع خوتنا الحبايب واش مبروكه والله عمار. احسن نهار وادك. تبارك الله عليك خي عادل. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخويا. منور بالحومه الحاده خي عادل. كيفاش كدوز هاد النهارات؟ بخير الطوب الحمد لله. والعيد ان شاء الله كنتمنى يدوز بخير على الامه الاسلاميه وان شاء الله نحاولوا نعملوا بالجهد ديالنا كامل باش ان شاء الله العام اللي جاي نصليو في الاقصى باذن الله. السلام عليكم. كيف سينا مزيان؟ نهار كبير هذا كنشوفك الحومه العيد من العيد. علينا عليك. وحنا ما كنبانوش هنا الشغل والخدمه بحق هاد الاجواء ديال العيد. هاد الاجواء ضروري خصها تكون هنايا خصها تكون حاضر فهمتي. هاد النهار هذا فينا تدوز هاد النهار؟ هاد النهار هذا الحباب والعائله والحومه ديالنا ان شاء الله مع بعضياتنا حنايا ان شاء الله. تبارك الله يا خاي. وشنو غاتقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا اليوم؟ او كنتمنى لهم كاملين بهم عيد مبارك سعيد ان شاء الله وعلى الحباب ديالنا كاملين واللي في الغربه واللي معنا واللي ماشي معنا. والحمد لله المغرب فيه اجواء استثنائيه واخا يكون عندك موفر اي حاجه في بلدان اخرى ولكن هذه الاجواء هذه ما تعيشهاش غير الا عشتيها في واحد الدوله اسلاميه وفي واحد البلد ديالك اصلي. تكون في الحومه ديالك مع الاحباب ديالك مع الشباب ديالنا عاود اللي كبرنا معاهم الدراري ديالنا. صحيح يعني هشام هو احلى هشام في العالم. شكرا اخاي عواش مبروكه. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير الله يحفظكم. شكرا خاي عمر. تبارك الله. الله يبارك فيك وعاشكم مبروكه. تسعدوا وتعاودوا الله يرزقكم شي صحه وطول العمر. احنا خاي ابراهيم مع الاجواء مع الدراري الحومه كاملين نشطانين كاملين لابسين الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. هكا الدراري مزيانين بعدا ما ناقصكم والو. ناقصكم شي حاجه تجيو عند السياسيين. ها هو فين بكم للراس والعين. ايوا شكرا وتعايدوا وتعاودوا الدراري. السلام عليكم. تبارك الله على سعيد. تبارك الله. تعايد صحه ونقيفه. تعايد وتعاود. كل واش مبروك علينا على جميع الناس. عاد دوز هذا النهار هذا.
والله الا اليوم معك وان شاء الله ما احسن نهار ان شاء الله يا ربي. كنقول لهم تحياتي وعيدوا الصحه والعافيه ولا انا باش ما كيتمنوا ان شاء الله، وكنتمنى ديما تكون السعاده والفرحه بحال ديالك دائما فرحانين يوسف. صحه الناس جاتكم مبارك سعيد، سعيدوا بالصحه ولهنا كل شيء خير. الدراري اللي في الغربه مساكن تحيه، وما عندهمش الوالدين تما بلا والدين تحيه ابراهيم بلا والدين. واحلى عبد العالي بن عامر، احلى ابراهيم. ابراهيم تبارك الله عليك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.